بركة الله، أنا قمت بصحيح التمرين اللي قلت لكم في الجمعة. إذا في التمرين عندنا يحتوي صندوق على 4 كرات حمراء، 4 كرات خضراء، وكرتين زرقاوية. عندنا في التمرين فيه 3 أنواع ديال الصح اللي نحتاجو في هذا الفقرة ديال التعداد، اللي مبنية عليها كما قلت سابقا فقرة الاهتمام. إذا اللي كيهمنا في هذا النوع من التمارين نسطر على بعض الكلمات المفاتيح اللي هي نوع السحب، نسحبه في آن واحد، وأيضا نسطر على عدد الكرات اللي كنسحبو، عندنا 3 كرات. واللي كيهمنا أيضا هو دوك الرموز اللي استعملنا حنا في الدرس، قلنا راه غادي نحتاج إما السي في آن، أولا غادي نخدم الأرونجمون في آن، أولا غادي نخدم آن وس في، حسب نوع السحب. كل واحد راه شفنا شكون هذا فوقاش غادي نخدمو، الترتيبات الأرونجمون فوقاش، وآن وس في، يعني الترتيبات بدون تكرار، ولا الترتيبات بتكرار. وهذا التسريفات. اذا هاد بي و ان شكون هما بي ان؟ بي ان ان هو العدد الاجمالي اللي كاين في الصندوق. اذا في بدايه التمرين كنوضع شحال عندي في ان، شحال عندي في بي، ان شحال هو عدد الكرات اللي كاين في الصندوق. عندنا 4 حمراء 4 خضراء 2 زرقاء، اذا المجموع هو 10. و بي شحال كنسحب بالكره؟ اذا نسحبوا 3 كرات، بي فهو يساوي 3. اذا عندما كنوضع هذا كنسطر على هذا العناصر المهمة في التمرين، بي شحال هو، ان شحال هو، نوع السحب، السحب في ان واحد يحيلنا مباشرة على في ان واحد يحيلنا التسريفات، التسريفات سي بي ان. يعني في هذا التمرين في هذا الجزء الاول ديال في ان واحد انا خدام بلي كومبينيزون سي سي سي. اذا لحساب عدد السحابات الممكنة، هنا عدد السحابات الاجمالية يعني بدون الحديث على واش فيها حمراء واش فيها خضراء واش فيها زرقاء، ما كيهمناش، شحال هو عدد السحبات الممكنه في هذه التجربه اللي هي سحب 3 كرات من هذا الصندوق. اذا كما قلت في ان واحد غادي نخدمو التسريفات، اذا السي بي ان 6 × 10 هو عدد السحبات الممكنه. اذا باش نوضح كنقول بما ان السحب يتم في ان واحد فان كل سحبة هي عبارة عن تأليفة ل كيما قلت في هو 3 عناصر من بين 10 عناصر. إذا عدد السحبات الممكنة هو عدد السحبات الممكنة هو سي بي من ان، يعني سي 3 من 10 في التمرين، سي بي من ان سي 3 من 10. كيفاش كنحسبو سي 3 من 10؟ شفنا الدرس بان هي الارونجمون 3 من 10 على 3 عاملين، أو الطريقة الأخرى ديال بي عاملي على ان عاملي في ان ناقص تي عاملي، غير ذلك، ان عاملي عفوا على بي عاملي في ان ناقص تي عاملي. أولا باستعمال آلة الحاسبة ممكن مباشرة كنستعمل الزر ديال الكومبينيزون، كنعطي كنكتب 10، كنشوف فين عندي الرمز ديال الكومبينيزون، غالبا كيكون في الزر ديال القسمة، كندير 10 شيفت زر ديال القسمة باش كتبان السي، وكنزيد تلاتة كيعطي النتيجة مباشرة. ما كنتش عارفة ولا ما عنديش آلة حاسبة علمية نستعمل هاد الأرونجمون. إذا هاد السي 3 من 10 فهي تساوي أرونجمون 3 من 10 هي 10 في 9 في 8 مقسومة على 3 عاملين هي 3 في 2 في 1، كانت تساوي تحسبوا العمليات الآن، غنحسبوا 10 في 9 في 8 على ما نحتاج بها غير المالي، النتيجة هي 120 سحبة ممكنة بدون الحديث على الشروط الأخرى. السؤال الثاني قلنا كان السؤال هو عدد السحبات بحيث تكون الكرات الثلاث من نفس اللون. إذن هذا أليف ب عدد السحبات بحيث تكون الكرات الثلاثة من نفس اللون، الكرات الثلاثة والشربة من نفس اللون. وانا شحال هو عدد السحبات الممكنة باش تكون عندنا 3 كرات مستوى من نفس اللون؟
تكونوا مع الامكانيات اللي كاينين. الوضع عندنا ثلاثه الكرات كنسبوهم، يعني ثلاثه ديال الاماكن الى وضع سبع الشكل. تكونوا مع الامكانيات، الصندوق عندنا فيه اربعه الكرات خضراء، اربعه حمراء، جوج بيضاء، جوج عفوا زرقاء، وكنسحبوا ثلاثه في نفس الوقت. اذا الامكانيه انني نلقى ثلاثه الكرات في نفس اللون، هي اما ان تكون ثلاثه حمراء او ثلاثه خضراء. ثلاثه زرقاء ما يمكنش تكون، لان عندنا غير جوج. اذا اما غتكون هنايا ثلاثه حمراء 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 حمراء، او الحاله الثانيه اما قلت هي انها تكون ثلاثه منهم خضراء. ثلاثه الكرات خضراء، غير غير غير. اذا هادو هما الامكانيات اللي كاين، غنمشي نحسبهم باش نلقى ثلاثه الكرات الحمراء. شحال هو سحب ثلاثه ديال الكرات الحمراء؟ هذا هو الساي ثلاثه من شحال من الكره الحمراء عندنا؟ عندنا اربعه، اذا الساي ثلاثه من اربعه، او زائد الساي ثلاثه من الكرات الخضراء، الساي ايضا كنسحب ثلاثه، شحال عندي من كره خضراء؟ عندي اربعه. كيبقى لي الحساب 6 من 4. إذا مشيت حسبتها بهذه الطريقة هذه، غادي نشوف بأن في الحالة العامة إذا عندي سي إن إن زائد 1، النتيجة هي إن زائد 1، يعني باش تكون واحد عندي متتابعين، إن إن زائد 1 راهي تعدلت 6 من 4 هي 4، إذا تساوي 4 زائد 4 تساوي 8، لأن دخلت العملية باش ما نضيعش من الوقت، هذيك علاقة. مثلا سي 6 من 7 راهي تساوي 7. سي 8 من 9 كتساوي 9، إذا غير ذلك باش يكون عندي رقمين متتابعين، النتيجة هي العدد اللي في الأسفل. إذا هذا عدد السحبات بحيث تكون الكرات المسحوبة من نفس اللون. كما قلت هنايا في آن واحد، عندي الإمكانية إما نلقى ثلاثة خضراء أو ثلاثة حمراء، ثلاثة زرقاء لا يمكن. السؤال جيم ودال، هنا خصكم تربطوا البال الفرق ما بين السؤال جيم ودال. السؤال جيم كان هو عدد السحبات، عدد السحبات الممكنة، أعتقد هذا هو السؤال، للحصول على ثلاث كرات مختلفة اللون. هنا كيخصكم تردوا البال ما بين هذا السؤال اللي هو عدد الحصول على ثلاث كرات مختلفة اللون فقط بهذه الصيغة، والسؤال اللي من بعد كما الصوره هو مختلف هذا اللون وفنان منا، لان الاغلبيه كانت كيجي هذا السؤال بحال لا هو ما كاينش فرق نفسه، كرات مختلفه هذا اللون مختلفه هذا اللون وفنان منا، لكن كاين اختلاف لان ثلاث كرات مختلفه اللون، مثلا اذا لقيت واحد بالسحبه لقيت وحده حمراء وجوج زرقاء بلو بلو، واش هذه واش هذه من نفس اللون؟ اذا ماشي كلها من نفس اللون، اذا راه دخلت مختلفه هذا اللون. لكن فاش نكونو كنهضرو على مختلفة اللون مثلا عندنا، يعني خصني نلقى وحدة حمراء، وحدة زرقاء، وحدة خضراء، يعني كرة من كل لون، لون لون لون، مختلفة هذه هي مثلا مثلا، وهذه مثلا إمكانية ديال أن الكرات مختلفة اللون. يعني قبل ما ندوزو مثلا مثلا، نبقاو في السؤال ديال مختلفة اللون، هذا مثال، هذا غير مثال، ماشي هذا هو الحال اللي كاين هنا، هذا مثال، وحدة حمراء وجوج زرقاء، راها مختلفة اللون، وبالتالي فهاد السؤال جيم فهو يثيرني على السؤال باء، لأن ما معنى أنها تكون مختلفة اللون؟ يعني أنها ليست كلها من نفس اللون، يعني مختلفة اللون يعني أنها ليست من نفس اللون، يعني غادي نحيد هذه الحالة ديال من نفس اللون من الحالة الإجمالية اللي كاينين، كون عدد السحبات الممكنة إجمالية، إذا حيدت منها هذه الحالة ديال من نفس اللون، غادي يبقاو لي مختلفة اللون، يعني هذا فقط كمثال أن عندنا عدة حالات. إذا إذا بدور مع هذا التعبير ديال مختلفة اللون، ولا إذا عندي الأرقام غادي نلقى مختلفة الرقم، وحيت نلقى مختلفة الرقم أو اللون مثلا مبنى، حيت ما كان عندي كرة من كل لون أو من كل رقم، ما كاينش شي لون معاود مرة أخرى. إذا كما قلت هنايا كرات مختلفة اللون ساهل، ثلاث كرات مختلفة اللون، يعني سحب ثلاث كرات
ليس لها نفس اللون. بمعنى ليس لها نفس اللون كما قلت غادي نحيد العدد الاجمالي نحيد منه هذا الشكل بحيث لا نفس اللون وغادي يكون هذا هو عدد الكرات من نفس المختلفة ومنه عددها هو الاجمالي 120 صحبة ممكنة ناقص من نفس اللون هو 8 120 ناقص 8 باش نلقى عدد السحبات الكرات من نفس النوع إذا أصبح عندنا 112 إمكانية ديال الكرات من نفس مختلفة اللون عندنا. ثم غادي يبقى السؤال الأخير اللي هو السؤال ده سحب ولا عدد إمكانيات سحب ثلاث كرات مختلفة اللون وهنا مثنى مثنى هذا هو كيف تدير معنا ديال الجملة هي مثنى مثنى يعني ثلاثة ديال الكرات مختلفة حتى شي وحدة ما بحال الأخرى. بمعنى إلا درت واحد غادي نلقى كرة حمراء كرة زرقاء وكرة خضراء روج بلو فيرت. هنا في التأني في تأني ولا في آن واحد راه كيما شفت واحد الجدول ترتيب غير مهم راه كنسحبو في ثلاثة الكرات في نفس الوقت ار بي بي راه هي بي بي ار هي بي بي ار الترتيب لا يهم في حالة السحب في آن واحد. واش واضحة الفكرة لأن كنسحب ثلاثة الكرات في نفس الوقت عادي جبتهم في نفس الوقت ار بي ار بي مكاينش شي وحدة سابقة الأخرى في السحب. الآن شحال هو عددها؟ هذا هو مثنى مثنى يعني كرة واحدة حمراء كرة واحدة زرقاء كرة واحدة خضراء. العدد هو عددها هو عدد السحبات حيث تكون مختلفة اللون مثنى مثنى هو إذا باش نسحب كرة واحدة حمراء الحين دائما في كومبينيشن لأن في آن واحد غنختار كرة واحدة من بين شحال كرة حمراء عندنا أربعة في يعني هنا كنقول واحدة حمراء وواحدة زرقاء وواحدة خضراء إذا غنستعمل فيه وهنا إلا لاحظتوا في أو فاش كانت عندنا أو راه كندير زائد إذا سي واحد من أربعة في سي كرة واحدة من الزرقاء الزرقاء عندنا جوج سي واحد من جوج في سي واحد من الكرات الخضراء أيضا عندنا أربعة هي سي واحد من أربعة إذا نذكر عندنا سي واحد من أربعة هي أربعة في سي واحد من جوج هي جوج في سي واحد من أربعة هي أربعة والنتيجة هي 32 إمكانية باش تكون الكرات مختلفة اللون مثنى مثنى. إذا نفرقوا ما بين مختلفة اللون فقط هكذا بهذه الصيغة هذه عادة كتكون تكون العكس ديال السؤال اللي سبق قلنا ثلاث كرات مختلفة اللون يعني ساعة ثلاث كرات ليس لها نفس اللون يعني كندير العدد الإجمالي نحيد منه نفس اللون باش نلقى مختلفة اللون هذا غادي يحلنا من بعد على ما يسمى بمفهوم الحدث المضاد غير ذلك غنشوفوه من بعد. ثم هنا في مختلفة اللون مثلا مثلا هنا كنفصلها بدون إشكال وحدة حمراء وحدة زرقاء وحدة خضراء ترتيب لا يهم كما قلت في حالة السحب في آن واحد إذا سحب كرة واحدة حمراء سحب كرة واحدة زرقاء سحب كرة واحدة خضراء سي واحد من أربعة في واحد من جوج في سي واحد من أربعة هي هذه كقاعدة أيضا سي واحد من أن فهي كتساوي أن باش متمشيوش تستعملوا فيها لا مجموع بحالة سي واحد من أربعة هي أ مجموع واحد من أربعة على واحد عاملي اللي هي كتساوي أ مجموع واحد من أربعة هي غير أربعة نت على واحد عاملي اللي هي واحد كتساوي أربعة يعني باش يكون عندي سي واحد من أن راه كنختار غير واحد لأن ترى أن إمكانية كاينة. إذا هادو في قواعد الحساب اللي منضيعش فيهم الوقت سي واحد من أن فهي كتساوي أن وكيكونوا متابعين راه العدد اللي تحت هو اللي كيبقى في العملية. إذا غادي ندوزو لثانية